اهلا بكم مشاهدي الفلسفه. فهاد اللقاء اللي غيجمعنا بالسيد جمال محمدي رئيس نادي روتاري الدار البيضاء العميد. اهلا بك سيد. اهلا الاخت شيماء وشكرا على الاستضافه. سيد جمال، بغينا نسولك في البدايه حول النادي ديالكم، نادي عريق بطبيعه الحال، وبغينا نعرفوا الاهداف الاساسيه ديال النادي. بالنسبه للنادي روتاري الدار البيضاء، هو نادي تؤسس في سنة 1930، هو تابع للروتاري الدولي. الروتاري الدولي هي أقدم ONG في العالم اليوم، لأن تقريبا عندها أكثر من 120 سنة. فهي تتعمل طبيعة الحال في الميدان الاجتماعي، تستهدف بيسيغ العائلات المعوزة، للشباب، والمناطق النائية، وطبيعة الحال فهاد الشيء هذا تتمشى مع الأهداف ديال الغوطاري الدولي في أكثر من 200 دولة. فاحنا نادي من بين أكثر من 10 نادي في العالم. إذا أهداف اجتماعية بالخصوص، وأهداف كذلك للصداقة بين المنتمين للنادي. فالمنتمين للنادي تنظموا تقريبا كل 15 يوم واحد الاجتماع بيناتهم، لقاء اللي تيكون واحد اللقاء يعني تواصلي، لقاء المحبة بين الأصدقاء. لإشارة فقط، فكيوصل العدد ديال المنخرطين في النادي ديالكم كيوصل حتى لمليون و200 ألف في العالم. فهذا عدد كبير. ذكرتي بانكم كديروا انشطه متعدده وفاعلين في مجموعه من المجالات، فاحنا بغينا نعرفوا شنو المجالات اللي كتركز عليهم النادي ديالكم. بالنسبه للنادي ديالنا، يعني خلال هاد 90 سنه ديال الوجود ديالو قام عده انشطه في عده مجالات. وهاد السنه هادي احنا ارتئينا باش نعاودوا النظافة في الامور اللي كنا ندخلوا فيها، يمكن نساهموا فيها من الناحيه الاجتماعيه. ولهذا فتوصلنا بانه كاين اربعه ديال الاتجاهات، اربعه ديال الميادين اللي يمكننا نساهموا فيها. كاين ميدان الصحه، كاين ميدان التربيه، كاين ميدان اندماج الشباب، وكان ميدان جوده المعيشه في الاحياء يعني الهامشيه. على ديك الاحياء الهامشيه، اخر نشاط النادي كان يوم السبت 27، وقمتوا به في داخل سيدي مومن، منطقه سيدي مومن، وكان هو عباره عن قافله طبيه. فشنو هو المعيار اللي كتساندوا ليه في الاختيار ديال المناطق؟ احنا في الماضي كنا يعني عندنا انشطه في عده اماكن في المغرب، يعني كنا تنتوجهوا مناطق نائيه بحال ازيلال، بحال النواحي ديال تازا. هذا من بعد ارتئينا بانه الهشاشه قريبه منا، ما احتاج حنا نمشيو بعيد باش نشوفوا الهشاشه. وبلينا بانه سنركزوا الاعمال ديالنا في حي يعني ولا منطقه من المناطق ديال الدار البيضاء. فبات لنا بان المنطقه الاولية اللي تحتاج لنا هي منطقه ديال سيدي مومن. ولهذا فركزنا وقلنا ابتداء في هذه السنوات المقبله ان شاء الله كل الاعمال ديالنا غتكون في منطقه سيدي مومن، بالاضافه الى كذلك الفداء عين سلطان. هذو جوج المناطق مكتظه بالسكان وفيهم الهشاشه هما اللي تنهتموا بهم حاليا. يعني هادو هما المناطق اللي مركزين عليهم، ولكن واش هذا الشيء كيعني انكم ما كتقوموش بانشطه لباقي المناطق؟ لان كاين مجموعه من المناطق اخرى اللي هي نقدروا نقولوا عليها انها مهمشه وخاصه اللي يدعمها، او لا يقوم بانشطه اللي يعني ترفع من المستوى ديالهم. مثلا نذكروا مثال، مثلا منطقه البرنوسي حتى هي كتعاني من الهشاشه، فواش نتوما ركزتوا بصفه خاصة على هاد المناطق ديال سيدي مومن ودر السلطان، ولا غير هما غتقوموا بالانشطة فيهم ولكن بطبيعة الحال غيبقى واحد الانشطة اللي كيتقاموا بباقي المناطق؟ حنايا بحال قلت لك كنا يعني الانشطة ديالنا كنا نعملوها في جميع المناطق المغرب. وفي شهر دجنبر قمنا بنشاط جمعوي مجتمعي في الداخلة،
كنا النادي كله انتقل الداخلة، وقمنا هناك بتواصل مع الاخوان ديالنا في الداخلة. هذا على مستوى المغرب، انا كنعني زعما في الدار البيضاء. انا وزلك الدار البيضاء. اذا الداخلة كانت عندنا واحد المدرسة تما اللي تبنات واحد الحي، ومع الاسف ما كاينش الطريق اللي توصل لديك المدرسة، ما كاينش يعني كاين الطريق غير معبدة. فهنا قمنا بتمويل تعبيد هذيك الطريق بحيث ولا تسهل على لا التلاميذ ولا الاساتذه باش ينتقلوا للمدرسه. بالنسبه علاش طبعا احنا يمكن نسميتو يعني نعملوا الانشطه ديالنا في اي مكان، ولكن احنا تأينا بانه خصنا نعملوا ما نسميه 360 درجه، يعني منطقه واحده نعملوا فيها يعني المجالات اللي ذكرتها. ولكن يعني هذه واحد حاليا حنايا تنقوموا وبدينا هذه واحد 3 سنين في منطقه رحمه، طريق جديده تما تنمولوا واحد المشروع ديال توصيل المياه يعني الماء يعني مع اليدك توصلوا للمنازل ديال سميتو عليها تما المنازل اللي هي يعني عشوائيه، ولكن الناس يعني مستقرين اتفاق مع ليداك ومع السلطات المحليه مع الجماعه مع الاندهاش. قمنا بتمويل ديال هذيك سميتو هذيك المنطقه هذيك دار الرحمه. تقريبا عندنا قمنا بواحد المشروع الاولي كان فيه تقريبا 300 اسره اللي وصل لها الماء، والان كاين 400 اسره. المجموع ديال هذ المشروعين بجوج دابا تيفوت 3 البليون ونص ديال الدعم، يعني باش تعرفوا القيمه ديال هذا ديال يعني المزاج اللي تقامشه مبالغ، يعني هذا الكم الهائل ديال المال اللي كيتصرف على هذه المشاريع وهذه الانشطه اللي كتقوموا بها بحاجه للتمويل. فشنا هي الجهه اللي كتمول نادي ديالكم؟ احنا التمويل ديالنا كله تمويل خاص، يعني كاين التمويل ديال الاعضاء، كاين التمويل ديال المحسنين نقولوا هذا او لا لي فونداسيون المؤسسات اللي تتساهم معنا، وكذلك وهذا هو المهم يعني حنايا تتساهم معنا الروتاري الدولي، يعني الروتاري الدولي عنده واحد الطريقه ديال المساهمه، هو انه فين ما حطيتي يعني 1 دولار تيعطيك هو 1 دولار، يعني طبعا الحال اذا كان المشروع يعني داخل في ديك الشيء ديال الروتاري. وكذلك التمويل تيكون عتني بمساهمات ديال انديه الروتاري في الدول الاوروبيه. عندنا دابا حنا شراكه مع شونزيليزي باري، عندنا في برشلون، عندنا في روم، عندنا برلين، عندنا جنيف، هادو كلهم تيساهموا معنا في هاد المشاريع. فهاد المشاريع مثلا ديال المياه اللي ذكرت ساهمت فيه شونزيليزي باري، شونزيليزي ساهمت فيه برشلون كوندال ايروم، يعني كلهم ساهموا بطبيعة الحال بالإضافة إلى روتاري انترناسيونال. وما كاينش واحد المساهمة يعني من يعني شي دعم عمومي كيجيكم؟ لا ما عندنا حتى شي دعم عمومي، ولكن بحال اللي قلت لما تكون عندنا واحد المشروع يمكن نعملوا شراكة، يعني حنا تنمولوا ما تنمولوش المشروع بوحدنا. مثلا بحال دابا المشروع هذا ديال سميتو ديال المياه اللي قلنا في ديال الرحمه، حنا تقريبا ساهمنا نقولوا في 41%، والبقيه كاينه الجماعه، كاينه المستفيدين كذلك، وكاينه طبيعه الحال الجماعات المحليه اللي ان دي اش وداك الشيء اللي ساهموا في نطاق واحد لا كونفونسيون اللي درنا بين الجميع. سي جمال، حنا الان على مشارف شهر رمضان، وبهذه المناسبه كنبغيو نباركوا هذه المناسبه لجميع المشاهدين ديالنا. فبغينا غير نسولو شنو هما الخطط ديال نادي روتاري لهذا الشهر او لهذه المناسبه؟ وحنا دابا حنا اولا نعملوا على المدى المتوسط والطويل، حنا ما تنركزوش في واحد الشهر ولا واحد الوقت بالضبط، لان حنا العمل ديالنا تطلب واحد الاستعدادات واحد الاعدادات دراسه المشاريع التقاء بالمسؤولين وداك الشيء. فما يمكنش نقولوا بواحد المشروع خصوصا يعني في واحد الوقت بعد، يعني ديك الشيء تطلب واحد الوقت.
بطبيعه الحال حنايا غالبا تنقوموا بحال اللي تيقوموا جميع الجمعيات الاخرى، تنقوموا بمساعده الفقراء وداك الشيء، ولكن داك الشيء تيكون محدود يعني، ولكن ماشي هو هذا المهم. المهم عندنا هو المشاريع المهيكله، المشاريع اللي يمكن تقدم واحد الاضافه اللي سميتو عليها الناس، والهدف تتكون استعدادات ديالها تكون اعدادات ديالها وتطبق يعني تاخذ واحد الوقت. دابا تي ديال المياه حنا تقريبا 3 سنين يعني، وحنا هذا وجات الجائحه وقفت لنا المشروع، ودابا عاد استأنفناه باقي هذا، فهادشي تيطلب واحد الوقت، ما يمكنش تعملوه في واحد الشهر. من بين الصعوبات وقال اللي كتواجهوها الصعوبات، وانه ما كاينش صعوبات هذا يعني، اي مشروع غادي تقوم به الا تتكون مع السلطات المحليه. تنشكر يعني تنفوزها باش نشكر السيد العامل ديال السي نبيل خابوبيس، العامل ديال اقليم يعني سيد البانوسي، اللي وقف معنا باش نحققوا هذه القافله الطبيه. يعني حنا اي حاجه الحمد لله تمدو على السلطات المحليه، لا السيد العامل ولا السيد ولا سميتو يعني الناس ديال السلطات المحليه بهذا. بالنسبه مثلا المشروع ديال الرحمه، حنايا بهذا الحال اعتمدنا على السيد العامل السي عبد الله شاطير، اللي هو اللي وقف معنا باش نحققوا هذا الهدف. فنقول الحمد لله يعني السلطات واقفين معنا وداك الشيء، ما تلقاوش اي صعوبه في تنجيز الانجاز. اخيرا سي جمال، بغينا نسولكم من 1930 نعم ديالكم مستمر، نعم السبب اللي بخليكم مستمرين حتى لحد الان؟ السبب هو انه الروطاي في العالم اللي قلت لك هو اقدم وين جي يعني اورغنيزاسيون نون غوفيرمونتال يعني مؤسسه غير حكوميه في العالم، يعني كاين عديد هذا في العالم كله، ولكن هذه هي اللي استمرت لمده تقريبا 120 سنه. شنو السر وراء ذلك؟ وانهم عندهم واحد تنظيم محكم، يعني كل شيء منظم، يعني قوانين تنظيمات يعني الامور كلها تتمشي بواحد المعايير واحد القوانين الداخليه اللي تتجعل بان الانضباط يكون ملزوم على جميع الاعضاء، فهمتي؟ وكذلك بطبيعه الحال لما تكون تنتمي للغوطاغي ديال الدابضه فانت تنتمي للغوطاغي في العالم، يعني اي واحد منا يمكن يمشي لاي نادي في العالم ويستقبلوه بهذا بترحاب وداك الشيء. وسميتو بحال اللي قلتي كاين اكثر من 1,200,000 منخرط يعني، وكذلك عاد كاين الشباب عندنا دابا، هادو بالنسبه للناس اللي يعني تيسيو الاعمال ديالهم، ولكن كاين كذلك الشباب، كاين ميم الاطفال تيدخلوا في الغوطاغي، هما باقي صغار، إذا هما دونك من الصغار وما تعرفوا شنو هو الغوطاغي، هذا تيدخلوا الغوطاغي ديال الشباب، من بعد تيدخلوا هذا، فهاد السيمارية هادي وهاد التنظيم وهاد الشيء هو السير وراء سميتو. شكرا بزاف السي جمال على يعني القدوم ديالك لعندنا وخدينا من الوقت ديالك. مشاهدينا وصلنا لنهاية لقائنا اليوم، على أمل لقائكم في لقاء جديد إن شاء الله قريبا جدا ومع ضيف جديد. السلام عليكم.